شهد معبر رفح اليوم تدفقا لعدد من الشاحنات لليوم الثالث على التوالي متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 110 شاحنات متنوعة ما بين مواد إغاثية ومحروقات. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية نجدد بكم الترحيب الآن من أمام معبر رفح البري، والذي شهد اليوم انخفاضا كبيرا في عدد الشاحنات التي عبرت من المعبر واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم. يبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلية مارست اليوم أقصى درجات الإجراءات التعنتية والإجراءات التعسفية، وذلك من خلال عبور عدد 19 شاحنة فقط من الشاحنات الإغاثية والشاحنات الدوائية، هذا بالإضافة إلى عبور 4 شاحنات فقط من الغاز. هذه الشاحنات الذي نذكر منها 19 أو 20 شاحنة عادت منها إلى الأراضي المصرية 10 شاحنات فقط، ليصبح العدد الإجمالي الذي دخل اليوم 10 شاحنات فقط من المساعدات الغذائية والإنسانية و4 شاحنات فقط من الغاز. يبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أقصى درجات التعسف وإجراءات التعنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. كنا على مدار الأيام الماضية، يعني الثلاثة أيام الماضية، كان هناك تدفقا لعبور عدد كبير من الشاحنات، يوميا كانت تعبر 100 شاحنة من المساعدات الغذائية والإغاثية، هذا بالإضافة إلى أكثر من 11 شاحنة من المحروقات، سواء كانت من الغاز الطبيعي أو حتى من السولار أو البنزين، وهذا العدد هو عدد لا يقارن أبدا بما كانت تعبر به الشاحنات من خلال 3 أشهر ماضية أو 4 أشهر ماضية. حتى وإن كانت على مدار الشهور الماضية كنا نتحدث عن عبور 300 و400 شاحنة يوميا، هذا العدد أيضا كان لا يرتقي وكان لا يرضي الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أزمات إنسانية وكارثية جراء الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال التي يعني تقوم بهجمات عنيفة ضد المدنيين في قطاع غزة. هذا هو المشهد إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.